انتقل إلى الأمجاد السماوية في جمهورية مصر العربية القسم كاري يونان، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان القس يونان من الكنيسة القبطية قد جرت رسامته كاهناً عام 1976، وخلال زيارته إلى المملكة عام 2016 أجرت معه الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية يونورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين مقابلة نذيع على حضراتكم مقتطفاً منها. أبونا مكاري تقول دائماً جهادي ضد ذاتي لأني أعرف من أنا، دائماً تردد بأنك تريد إعادة المجد لصاحبه، كيف تفسر ذلك؟ شوفي، أنا لي طلبة قدام ربنا إن شو قلبي أمجد اسم إلهي، يعني بقول له إن شاء الله ما تدينيش لقمة أكلها، ولو إن معززني، لكن أقول له مش عايز شيء غير مجدك، حول كل شيء في حياتي لمجدك، عايز أكرمك في غربتي، عايز أرفعك، عايز أعليك، عايز أفتخر بيك قدام العالم، وما برضاش بأي خدمة، يعني مثلا خدمتنا في الكنيسة كبيرة برضو مش كبيرة، انتشرت في العالم عن طريق التي في برضو ما ينفعش، أمال عايز إيه؟ قلت له أنا عايز خدمة على مستوى اسمك، اسمك قد إيه عظيم، يبقى اديني خدمة على مستوى اسمك. وما زلت طلبتي قدام ربنا أني يديني خدمة على مستوى اسمه، خدمة يكون لها تأثير في العالم، دي طلبتي قدام ربنا، لأني هقف قدامه، بس شو قلبي أني أقف قدامه وأنا مرفوع الرأس، مرفوع الرأس، عشان كده تركت كل اهتمام عالمي واللي في قلبي أني أرفع اسم المسيح بس وأمجده بس، وماليش طلبة في العالم، لأني عارف اللي هتعب فيه هنا هلاقيه مجد هناك، ولما حكرمه هنا هيكرمني هو هناك. ما أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي، وإنت بجلالك واقف قدامي، وإنت بجلالك واقف قدامي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي.